السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن معادلة تحليل المياه للعناصر، وهي من أهم وأقوى المعادلات اللي لازم تكون موجودة مع كل مهندس، سواء حديث تخرج أو خريج أو مدير أو استشاري، لأن مفيش مكان أنت هتشتغل فيه كمهندس زراعي مش هتحلل مية أو تربة أو نبات. ده حاجة أساسية جدا أنك أنت لازم هتحلل كل الحاجات دي. فالنهاردة إن شاء الله هتفهم إزاي التحليل اللي بيجي لك دوت، إزاي تبص على الأرقام اللي موجودة تبدأ تفهم هل الأرقام دي نسبتها عالية ولا منخفضة ولا متوسطة، وامتى اضيف، يعني هل الرقم ده عالي ما اضيفش سماد، ولا هو متوسط اصلا كويس فانا ما اضيفش، ولا هو منخفض خالص فانا اضيف عشان اعوض النقص. كل الكلام ده ان شاء الله هتاخد خلفية عنه النهاردة. المعادلة بتاعتنا طبعا بتتكلم عن ان احنا هنحول من الملي مكافئ الى الميلي جرام لللتر او البي بي ام، وبعد كده هنحولها للسماد مركب اللي هو زي نترات البوتاسيوم او سلفات البوتاسيوم. طيب انا بس حابب قبل ما ابدا شرح المعادلات البي بي ام والميلي جرام على اللتر، الواحد بي بي ام بيساوي 1 ملي جرام على اللتر. لو قلنا اللتر فيه 1000 جرام، فالجرام فيه 1000 ملي جرام، فبالتالي 1000 في 1000 هيبقى مليون، فبالتالي الملي جرام يعتبر جزء في المليون، زيه زي البي بي ام. فاحنا كده عشان بس ايه، لساعات في معامل تانية بتبعت النتيجة بالبي بي ام، وساعات بتبعت النتيجة برضو بالملي جرام، فالاتنين يديك نفس النتيجة. طيب نشوف بقى تفاصيل المعادلة بتاعتنا. اول حاجة طبعا رمز العنصر انا حطيته لك برضو عشان للعلم يعني، والاسم بتاعه اسم العنصر. بعد كده الملي مكافئ، لو جينا مثلا بصينا على اي عينة مية مثلا، ودي من انظف المعامل اللي انت ممكن تتعامل معاهم. اجيك موجود طبعا المكتب بتاعه في 6 اكتوبر، حقيقي من المعامل الكويسة. مثلا وليكن اي عنصر مثلا، طبعا يعني قبل ما نبدا نخش في التفاصيل، في معلومه كده هنا بقى حلاوته في ايه؟ هنا بقى حلاوه المعمل ده في ايه بقى؟ ان هو بيديك النتيجه وبيقول لك شوف المنخفض منخفض جدا، ومثلا هنا يعني منخفض جدا، منخفض، متوسط، عالي، عالي جدا، حاجه بص دلع يعني. انت لما تيجي تقرا كده انت مش محتاج حد يقول لك اصلا هتفهم ازاي، يعني مش محتاج شرح، انت تبص له كده انت كده فهمت الدنيا ماشيه ازاي. يعني ده ضعيف 2 اهو، والطبع منخفض جدا، والعالي جدا، العالي جدا. الصوديوم مثلا طبعا واضح ان الصوديوم عالي جدا. فيعني مثلا انا دي كده كالعينة، اللي بيميزهم طبعا اللي هم ما شاء الله عليهم، يعني مش محتاجين حد يراجع ورا التحليل بتاعهم، يعني اي حد يقدر ان هو يستوعب المعنى اللي هم عاوزين يوصل او الرساله اللي هم عاوزين يوصلها له في العناصر بتاعته. طبعا ما تفرحش بالعناصر الكتيره دي، كل ما بتزيد كل ما الفلوس بتزيد، فطبعا يعني ايه الحاجات دي بتبقى مكلفه جامد. طيب احنا مثلا هنختار عنصر مثلا البوتاسيوم مثلا، هو هنا مديني 0 ملي مكافئ، بالملي مكافئ 0.23. هنيجي هنا على البوتاسيوم 0.23، وبعد كده الوزن الذري بتاع كل عنصر انا حاطته لك اهوت، مش محتاج انك انت تدور عليهم. انا طبعا حاطط لك العناصر اللي احنا بنستخدمها في الزراعة والتكافؤ بتاعها حاططها لك برضو، فانت مش هتتعب في حاجة، التعب كله هيبقى في الشغل اللي جاي بعد كده، اما ده انا مريحك منه خالص. تمام. طيب ازاي بجيب الملي جرام او البي بي ام؟ ذا بضرب الملي مكافئ في الوزن الذري، بعد كده بقسمه على التكافؤ بيديني ملي جرام او زي ما قلنا البي بي ام. طيب الملي جرام على اللتر ده كده يا جماعة واحدة،
خلاص واحدة بس، واحدة ضعيفة جدا طبعا، جزء في مليون حاجة لا تذكر. طيب أنا عاوز ده كده في اللتر، أنا عاوز أحولها بقى في المتر يبقى كام جرام؟ هقوم عامل إيه بقى؟ الرقم ده اللي هو 8.99 هقسمه على مليون عشان يبقى جزء في المليون في اللتر، وبعد كده أضربه في 1000 لتر هيديني الرقم ده. عشان لما اجي اضربه في كمية الري للفدان، طبعا انا هنا بتعامل بالمتر، فيبقى ده كده معامل تحويل اللي انا اضربه في المتر، فهيديني اجمالي الوحدات اللي هي 220 جرام اللي هو بوتاسيوم صافي مش عليه اي تدخلات من التفاعلات التانية. ده كده بالنسبة للجزء الاول، هو سهل جدا ومش محتاج إعادة في الشرح بتاعه، يعني هي شرحة نفسها، انت بس تدخل ملي مكافئ او الملي جرام لو انت جايلك التحليل بالملي جرام. طيب الجزء التاني بقى، وهو ده الصعب، فخلينا بقى ايه نمسح بس كده الجزء ده عشان نركز على البوتاسيوم بس، واحنا نقدر نشوف بس البوتاسيوم. طيب المادة الفعالة يا جماعة، ودي أهم بند لازم تفهمه، سلفات البوتاسيوم طبعا SO4 للسلفات، والبوتاسيوم أكسيد البوتاسيوم، دي المادة الفعالة للبوتاسيوم في السماد المركب اللي هو سلفات البوتاسيوم. المادة الفعالة بتقول إيه بقى؟ K2O. طب الوزن الذري هنا بقى المطلوب ايه منك؟ الوزن الذري الاخر المطلوب ايه؟ يعني ايه الوزن الذري الاخر؟ الوزن الذري الاخر معناه ان اي حاجة، اي ذرة تانية داخلة مع الذرة الاساسية بتاعتك اللي هي البوتاسيوم. حتى لو احنا شغالين على المغنيسيوم مثلا ده، فانت هتلاقي الوزن الذري الاخر مش معناه ان هو لازم يكون اكسجين، لا ممكن يكون اي حاجة تانية، بس دايما هو الذرة المختلفة عن الذرة الأساسية اللي انت عاوز تشتغل عليها. حتى لو بنشتغل على الكبريت اللي اس او 4، فهيبقى برضو هتبقى هنا الذرة الرئيسية بتاعتك الاس اللي هو الكبريت، والاو هتبقى هي الذرة الأخرى. طيب نرجع بقى تاني، يبقى كده الوزن الذري الأخر بالنسبة للكي 2 او هيبقى الأكسجين. هننزل كده على اليمين، كده نيجي على اليمين وندور على الأكسجين فين، اهوت الأكسجين ونجيبه، هيبقى 15 علامة 3 تسعات. وبعد كده الوزن الذري الآخر طبعا مفيش، الوزن الذري للعنصر الأساسي اللي هو قلنا ايه البوتاسيوم، فاحنا كده هنيجي ندور على البوتاسيوم اهو قدامنا اهوت بوتاسيوم. طيب احنا عاوزين نجيب الوزن الجزيئي للكي 2 او، هنقوم جايين يساوي الوزن الذري الاساسي. شوف هنا الوزن الذري الاساسي بيقول كي 2، يعني هنضرب الذرة دي في 2، يعني كده هنقول في 2 زائد الاو، هنا كام ذرة؟ هي ذرة واحدة بس، يبقى كده شكرا بالنسبة للوزن الجزيئي. طيب كمية العنصر هنا، كمية العنصر دي يا جماعة اللي هي الوحدات بتاعتي، اللي هو انا حضرتك او انت حضرتك بنيجي نحول بقى، بنقول ايه انا عندي 10 وحدات فانا عاوز احولهم لسماد. ايوه هي دي بقى التركة المهمة بقى، ازاي احول الكلام ده لوحدات. طيب هنا بقى بيقول لي انت بتيجي عند الوحدات بتاعتك اللي هي اللي انت طلعتها من كمية المية، تمام اهيت، هنقول كده كمية الوحدات اهيت في الوزن الجزيئي ماشي على الوزن الذري للعنصر الاساسي في 2، عشان هو هنا بيقول لك K2 اهو ماشي، هيديك 1.08. نسبة البوتاسيوم في المركب بتاعك كام؟ 50 اهيت 100. طيب عشان اجيب احول بقى من الوحدات للكيلوهات بنعمل ايه؟ 1.08
على 50 نسبة العنصر في 100 بيديني 2 كيلو 170 جرام سلفات بوتاسيوم. يعني انا حضرتك لما اجي ابص في التحليل والتحليل يديني 0 علامة 2 3 وبعد كده يديني 8 علامة 9 9، فهو كأن انا حطيت في المية ديت 2 كيلو وعلامة و170 جرام سلفات بوتاسيوم، بكل بساطة جدا كأن حطيت الكمية ديت في للنبات وللأرض. طيب تعال ناخد عنصر كمان، مثلا نترات النيتروجين، عاوزين نشوف فيها قد ايه. طيب الوزن الذري بتاع الوزن الذري الاخر، طبعا احنا النيتروجين مش معاه حاجة، الوزن الذري العنصر الاساسي اللي هو النيتروجين هيبقى هو على اليمين اهو. اول حاجة هنقول يساوي النيتروجين مثلا، وليكن طلع معانا حاطط له مثلا 10، طلع معانا 1 علامة 75، يبقى في الوزن الجزيئي على الوزن الذري للعنصر الأساسي، تمام. طيب نسبة العنصر النيتروجين في نترات البوتاسيوم كام؟ 13.5. 106 معانا، يبقى هنقول 1.75 على 13.5 في 100 يدينا 12 كيلو 970 جرام. كأننا حطينا 12 كيلو من نترات البوتاسيوم في المية ديت للنبات والأرض، تقدر منها طبعا المعادلة كويسة، وتقدر منها كمان طبعا بتحسب الكلام ده لما تقارن بقى، تعمل داتا بقى كاملة بقى، مش بس رايه بس وكلام من ده، لا ده بتعمل داتا كامله للمحصول كله، وتبدا تعرف بالاسبوع انت حطيت ايه، بالشهر انت عملت ايه، بالموسم انت عملت ايه، عشان الموسم اللي جاي تبدا انك انت تتلاشى الحاجات الاخطاء اللي انت عملتها، وكمان تبدا انك انت تشوف المشاكل اللي قابلتك في كل اسبوع، وتبدا انك انت لا انا الاسبوع ده نقص معايا النبات كان ضعيف فانا زودت العنصر، طب انا كانت في الارض كميه عناصر كذا وفي الميه كانت كذا وانا حطيت كذا، فبالتالي والنبات برضو كان ناقص عناصر، فانت كده في مشكله عندك، فتبدا تفكر. وهو ده بقى فكرة التخطيط اللي احنا بنتكلم عنه. طيب تعال خلينا ناخد عنصر كمان، بحيث ان احنا سلفات البوتاسيوم مثلا، الكبريت، هناخد الكبريت اللي هو الاس او 4. طيب الوزن الذري الاخر اللي احنا هو قلنا الاكسجين، فهنقول اللي فوق اهو. طيب الوزن الذري العنصر الاساسي اللي هو الاس، تعالى كده نروح نشوف الاس اهوت 32 علامة 0.6. الوزن الجزيئي قلنا بنضرب بنجمع بقى ال 32 علامة 0.6، طبعا هو الاس هنا واحدة بس، ذرة واحدة، فمش مش هنضربها في حاجة، هنقول زائد الأكسجين مضروب في 4 ذرات وشكرا على كده. طيب كمية العنصر احنا قلنا هنا الكبريت وليكن مثلا مدينا 3 مللي مكافئ، مدينا 48، يعني مدينا الإجمالي الوحدات في 25 متر، واحد يعني كيلو وعشرين أو 200 جرام، كيلو و200 جرام. طيب هنقول عشان بقى نحول الكلام ده لوحدات، هنقول آدي الكبريت في الوزن الجزيئي على الوزن الذري العنصر الأساسي اللي هو الكبريت، طبعا مش هنضربه في حاجة لأنه هو ذرة واحدة بس. السلفات العنصر الكبريت في سلفات البوتاسيوم 52.5، والمية ثابتة معانا عشان طبعا نحول الوحدات إلى كيلوهات، هنقول 63 على 52 في 100 بيديني 6 كيلو و860 جرام سلفات، كأن حطيتها للنبات وللتربة.
ولازم لازم عشان تفهم تسميد لازم 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 تفهم كيمياء. مستحيل انك انت تفهم تسميد من غير ما تفهم الكيمياء. طبعا المعادلة دي لازم تكون مع كل مهندس زراعي بحيث ان هو يقدر ويفهم كمان يعني ايه تحليل تربة ويعني ايه تحليل مية. وان شاء الله الايام اللي جاية هنزل تحليل التربة بيتعمل ازاي، لان في بعض التركات كده غريبة شوية عن المية، فاحنا هنبين يعني تقريبا يعني هتبقى نفس المعادلات بس هنغير بعض الحاجات، لان مثلا انت عندك كمية الري للفدان فطبيعي ان هي ما تكونش كمية ري للفدان، ده هي هتبقى بقى للتربة، فهنا الموضوع هيبقى مختلف جدا عن الكلام ده، في بعض البيانات فيها هتتغير. هي طبعا هي بالنسبة للعناصر بالنسبة للعناصر فهي واحدة، هي مش هتتغير يعني سواء مية ولا نبات حتى ولا أرض، هي العناصر واحدة. فبس اللي هيتغير بعض البيانات البسيطة كده، وإن شاء الله هننزلها تربة ونبات. طبعا أتمنى لكم التوفيق، ومتنسوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.